السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي يشاهدوا فينا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الجزائر. اليوم الحصه تاعنا وين شاهدنا المدرب، نقولوا بلي جمال بالماضي، نقول جمال بالماضي وين دار تصريحات، يعني بعد ما غير لهجته ويستسلم، نقول بالماضي يغير لهجته ويستسلم في مارس في ندوة صحفية علي وين كمال مهوي نقلها مليح، قال له العقد تاعك شتا فيه؟ قال له العقد تاعي فيه الألقاب، ربحنا في رادس، قال بلي عندنا الوقت باش نكونوا منتخب ونروحوا نجيبوا كأس إفريقيا، قالها كيما هو قالها ماشي انا قلتها، انا نقول لكم واش قال، يعني وين من قال من عقدي المبرم بالاهداف وهو نيل الالقاب، قالها كيما قال عقدي المبرم بالاهداف يعني وهو نيل الالقاب، الى سوف لن اعدكم يعني بالتتويج بكاس الكاب بالكوت ديفوار، حل ونقاش، وقالها سبحان الله. احنا الجماعه اللي كان يقول لك بلي السكتوا علينا غادي نجيبوا الثالثه، غادي يقول لكم اودي اوكا يهدر لكم بلي افريقيا تطورت وافريقيا ما تنجم، اودي اخويا وكنا نقولوا لك انت ما خدمت، انت ما خدمتي، هذه هي انت ما خدمت، انت جاما بالماضي ما بغيتش تخدم، قعدت لي في لو جروب، قعدت لها في الجروب، هذا مكان انت قعدت لها في الجروب برك، كاش حاجه وحده اخرى شاهدناك لها في الجروب برك، انت قلت بلي ما نزيدش انا عقلي، قلت بلي اون فامي نقعدو اون فامي، بعد ما جيت انا عاقل عليها ندوة الصحفيه تاعي قلت لهم احنا قلت لهم انا اللي عنده الاس 12 نجيبه، من بعد ولات اون فامي، واو لله كنا نقولوا لك هادو الناس هادو تاع الماضي، هادو الناس هادو اللي مازالوا دايرينك ما يظل، انت مازال ما فقت ما نعرف لا انت راك نايف عليهم تمشي معاهم، ما نجبوش نعرفوا واش كاين، بصح تاع الماضي نصحناك يا ودي جيب اللعابه بعد 2019 وين كانت عندك كنت في نقطه قوه، بطل افريقيا عندك كاليفيكاسيون كوب دي موند، كنت في نقطة قوة باش تجيب اللعابة، لكن كاين فيديو صحافي قال لك نهار اللي لعبنا كونتومبيا جيت مع الصباح في المطار وصلت الصباح، وين مين قال لك على كيسموه قال لك على عوار أي تنوري، قلت أي خلينا مازال كاين فيديو أي خلينا، روحوا عندهم قولوا لهم، قلت له تهضر لي على اللعابة يلعبوا مع فرنسا، واو لا من بعد خرج قلت لنا اللي في ربع سنين نيغوسي معاهم، انت قلتها ماشي احنا قلناها، يعني نقول لك انت واش قلت، اليوم وين كل شيء انقلب باللي يا ودي ما نضمن لكمش كاس افريقيا خاطش على 2019، انا نعرف بلي مسيو زاتشي وهو يعني مشكور اللي قال لك قول بلي نجيبو كاس افريقيا خاطش على كان على بالو واش كاين، خاطش كو قعد ماتر كان يجيب كاس افريقيا، انا نقولها لكم كو قعد ماجر كان يجيب كاس افريقيا، ماجر كو قعد خات ماجر وين دار غلطات، وقلتها له نهار اللي بعد في غولي ومبولحي قلت له يا ودي اللوطو غادي ما تمشيش على زوج دراريج، اللوطو تمشي على اربعه، راك روحت تقلعت يعني دراريج اللوطو ما غاديش تمشي لك، هذه هي يعني الوصول اقل من نصف نهائي من كاس افريقيا، السيد صادي سيرجع عقد سيراجع عقد العقد عقدك انت بالماضي، وان استمريت لن تتقاضى اكثر من مليار ونصف استمرار مقابل خفض الراتب، وخلي الشعب يسمع، المهم رانا راه باين يعني باللي يعني ما باللي كوب دافريك راه قالها لكم، انا الصدمه ماشي عندنا احنا، على بالنا بلي كوب دافريك
غادي لا قرن قرن غادي كاع ما يزير روحو دوزيام تور على حساب المستوى تاعو، يعني على حساب المستوى تاعو كمدرب. انا نهضر لك انت كمدرب، انت بالماضي كمدرب واش راني نقول لك، انت يعني المستوى تاعك محدود في التدريب، محدود في التدريب. وهذه اللقطة تاع انا كنت باغي نروح للخليج وروح، انا على بالي بلي كنت غادي تهدرها في الندوة الصحفية هذه اللي انت لغيتها. وليد الركراكي لغى الندوة الصحفية بسبب حزن على بلاده، لغاها بسبب الحزن على بلاده. بصح انت علاه لغيت ندوة صحفية ما عرفناش. حاجة اللي عجبتني قاعد عاقل تهدر عاقل، كاش مع الصحافي تاع الارامسي نورمالمون. كو قلت له علاه قلت الميلفي، كو قلت له علاه قلت الميلفي هذه هي. لن اقول باننا ساذهب الى كان كوت ديفوار للتتويج بكاس، لكن فلسفة الفوز تستهويني. يعني احنا ما قلنا لكش يا خويا، احنا ما قلناش علاه ما تلعبش اللعابه صغار، وعلاه ما ديرش. انت راك تروح تنتقد يعني بطريقه ما فهمتكش بالعاني راك دير فيها. حنا نقولوا المستوى مكاش، ماشي قضيه تاع تدخل لعابه صغار ولا تدخل لعابه كبار ولا يا المستوى مكاش، طريقه لعب مكاش، طريقه لعب مكاش، فكر تدريبي مكاش، منهج فكر منهجي مكاش، في الخطه مكاش، قاعده لعب يا سي بالماضي. راني نقول لك مش قضيه تاع تلعب لعابه صغار تلعب لعابه كبار، مش قضيه هذه، مش هذه القضيه. قضيه بلي المنتخب ما تطورش، ما تطورش المنتخب، هذه هي. وعمر لا غادي تبني منتخب بدو تاع اللعابه تاع 2014. انا نقولها لك، انا على بالنا بلي قديوره غادي ترد، قديوره مبولحي بن عمري بلايلي هذو غادي تردهم. هذه انا نقولها لك منظرك بالماضي، انت هذو غادي تردهم بالماضي. انا نقول لك بلي السنغال غادي تربحها 2-1، وغادي 10 دقائق التوالي غادي يخلوك تماركي البونت الزاوج. انا نقولها لك غادي يكونوا رابحين ويقاليزونا ونزيدو الزاوج، يكونوا خاسرين ونقلبو ونقول لك بلي يا ودي تاكتيك عالمي او بابا 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 با با. هيا بنا الى قطر. هذه هي انا وين ما وليتش على بالك. سايك سايك بالماضي وهذا صوالح، يعني هذه المكونات اللي راك قاضبهم انت يا اخويا. انا من 29 مارس وزيد موراها ما قعدناش نقارعوا لك باللي انت غادي تخرج تقول الماتش تعاود. كنت نقارع لها، لما كنت نقارع انا قلت غادي بالماضي كي يخرج غادي يقولوا مودي بارتي كبلت، ناس تروح تصوم وتكمل رمضانها وصايك. تاع من بعد انت زعفت من ابراهيم مي قال لك يا ودي ما نقولش قاسامة كيما نادي بالحاج، قال يا ودي مشي قاسامة خاطش على في 10 ثواني قاسامة انت كون بغات الكاميرون تشري لك الماتش، ماشي يجوا لهنا يجوا خاسرين هنا منهزمين، كانوا في بلادهم يضربوك بثلاثة ربعة ويطلقوك. تا لهنا خطة اللي لعبت بها مكاش، دخلت كلي شغل متأهل، كلي شغل تقارع على ربي تقول طرط طرط. اي كي تقولنا بلي انهزام تاع تاع كرة الكاميرون ما ننساوش 2019، ما نساوش 2019 تاع كمدرب نورمالمون ما تهدرش هاد الهضرة تاع 2019 تاع واش كنا من قبل، واش كيما ديك خطرة هدرت من نهار اللي درت مارشي قلت لهم كاليفيكاسيون بكري كانت يا ودي كاليفيكاسيون بكري يا سي بالماضي، كانوا يروحوا 16 فريق. يعني كنت تبقى تشوف شوف مين تبغي تهدر على تقول لهم كي كانوا يكاليفو، فكر باللي لعبنا مع مصر فتنا البرومي، روحنا كوب دافريك كوب دي موند البرومي. هذه تفكرها مليح، تفكرها مليح قدامنا ترى اخرى ساكسي. قول 2016 كي شحال كاليفو، يقول 16 نقطة. درنا ماتش لي 3-3 في كينيا برا في نهار تاع امطار التيران طارطو مكاش كاع تير هذاك، مازال كاين فيديوهات يبغوا جوجل كاين سخسي مليح. 2015 فتنا ب 15 نقطة فانيك، 2015 خسرنا ماتش أمام الماضي ديرني ماتش فتنا ب 15 نقطة، 2013 فتنا ب 16 نقطة،
2010 2009 فتنا برومي. هذه هي باش تكون على بالك برك، هذا ما كان باش ديرها معلومه في راسك. هذه هي قضيه حاجه اخرى. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معاكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.